السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا اليوم لقاء مميز جدا ومختلف بالنسبة للباور بي اي، ومعانا بالأخص مشكورا المهندس عمرو سعد. أحب أعرفكم بالمهندس عمرو سعد. عمرو ما شاء الله خبرة أكتر من 15 سنة، من الناس المميزة جدا، عنده خبرة وما شاء الله كبيرة. ابتدى في المجال بداية من الدوت نت بروجرامينج، وبعد كده دخل في الداينامكس 365 او اكس زمان، يعني من اوائل الناس اللي دخلت في المجال. ويتميز طبعا ان هو خبره تكنيكال وفانكشنال في نفس الوقت. ولما نقول تكنيكال، هو ملم جدا بالديفلوبمنت والانتجريشن وكل الحاجات الريليتد بالتكنيكاليتي والسوليوشنز اللي بتعمل انتجريشن والحاجات دي، وبلس ان هو عنده خلفيه وخبره قويه جدا في الفانكشنال في بعض الموديولز زي الانفنتوري او تريد لوجيستيك والبرودكشن. عمرو ما شاء الله من الناس المميزه جدا، وكالعاده اللقاء النهارده يكون مميز، لان احنا هنقدم الباور بي اي بشكل مختلف تماما. فعشان لا أطيل عليكم، يعني let's get started and عمر the mic is yours و good luck إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. النهاردة إن أنا بشارك معاكم، وطبعا بشكر كل اللي حضر، وأعتقد إحنا ممكن نستنى يعني up to 5 minutes، 5 دقايق بس كده للشباب، لأن أنا شايف الـ الناس اللي مسجلة في السيشن ممكن يكون أكبر بكتير من كده، فخلينا نستنى بس 5 دقايق، 5 دقايق بس بعد إذنكم، يعني الناس تدخل عشان ما يبقاش إيه في حد فاته حاجة أو حد مثلا كان عاوز يحضر الموضوع من بدايته وتأخر عليه. اوكي. طيب اعتقد عمرو نبدا والناس تبتدي تدخل تباعا، عشان احنا دلوقتي بقالنا 5 دقايق عن الوقت، فتوكل على الله. خلوني بعد اذنكم كده بس ايه نبتدي سريعا كده بباوربوينت برزنتيشن هنتكلم فيها عن السيشن النهارده، وايه اللي احنا الهدف منها وايه اللي بنغطيه، وفي الاخر ندخل على الباور بي اي ونبتدي نشتغل بايدينا ونشوف الدنيا فيها ايه. خلوني اعمل شير سكرين. طيب أعتقد إن شاء الله الشاشة واضحة، لو في حد بس عنده أي مشكلة أو أي حاجة مش ظاهرة معاه أو الصوت مش واصل أو كده
ممكن يعمل ريز هاند او يدخل يقول والله ايه المشكلة او كده، واحنا بحيث بس يبقى الناس كلها شايفة ده. طيب مايكروسوفت باور بي اي النهارده احنا بنتكلم عن انترودكشن، هي باختصار شديد هي مقدمة عن الباور بي اي. طبعا الباور بي اي يعني كتوبيك او كتكنولوجي او ده مش الحاجة اللي تضغطك سيشن ولا كورس حتى، يعني احنا بنتكلم بس مقدمة بسيطة عن الباور بي اي. الهدف منها ان احنا نصحح بعض الاخطاء او بعض المفاهيم الخاطئة اللي ممكن تكون عند بعض الناس، ونعمل زي ايس بريكنج كده ما بيننا وبين الباور بي اي، بحيث ان احنا الناس ممكن يعني ممكن في حد ما سمعش عن الباور بي اي اصلا وبيخضوا مثلا المصطلح، او شايف انه ده حاجه كبيره مش عارف يبدا منين، او الناس في بعض الناس ممكن تهاب التكنولوجيا الجديده او الاجزاء الجديده في الليرنينج كيرف ما يقربش منها اصلا، او ان ممكن يكون في حد اصلا اوريدي بدا يشتغل على الباور بي اي بس عنده بعض الايه الاجزاء مش واضحه ومش مترتبه بشكل مظبوط. الهدف من السيشن النهارده ان احنا نوضح بعض المفاهيم اللي ممكن ما تكونش مظبوطه او صحيحه، ونعمل زي ايس بريفنج كده لبعض الناس اللي بتسمع عن الباور بي اي وما جاتلوش الفرصه او ما بداش او حتى مثلا مش عارف يبتدي منين. تمام، والا الموضوع ازاي يشتغل على الباور بي اي وازاي ابتدي او الكلام ده ممكن يكون مغرق على الانترنت. الكورسز موجوده اونلاين بكثره، مايكروسوفت نفسها بتقدم ليرنينج باسز للموضوع ده. تمام، فالهدف بس من السيشن النهارده هي انترودكشن للباور بي اي. طيب السيشن النهارده طبعا انا بشكر هشام على ان هو اداني الفرصه دي ان انا اتكلم معاكم في عن الباور بي اي. تمام، هشام طبعا من الناس الاكسبرتس في مجال السوفت وير، بدأ بسوفت وير ديفلوبر. انا اعرف هشام طبعا من سنين، يمكن اكثر من 10 سنين، بدأ كسوفت وير ديفلوبر وهو حاليا دلوقتي اكسبرت في الجزئيه بتاعه الفاينانشال ابلكيشنز او الاي ار بيز زي مايكروسوفت داينامكس ويوني كونتا، ده اي ار بي برضه. هشام من الناس اللي ما شاء الله عليها عنده مثابرة وليرنينج كابابيلتيز عالية جدا. طيب أنا عمرو سعد، سوفت وير ديفلوبر في الأساس. بدأت في الكارير من يمكن 16 سنة، بدأت أز سوفت وير ديفلوبر، مريت بالدوت نت تكنولوجيز والبيزنس أبليكيشنز زي المايكروسوفت داينامكس 365 من بداياته طبعا. تمام، أنا سيرتيفايد باور بي أي developer، وانا سيرتيفايد على الباور بلاتفورم بشكل عام، باور بي اي والباور ابس والباور اوتوميت. تمام، هسيب ان شاء الله اللينكد ان بروفايل بحيث لو حد محتاج يسال عن اي حاجه يبعت اي حاجه ان شاء الله نبقى موجودين ونرد على اي استفسار. طيب الهدف النهارده من السيشن زي ما قلنا، السيشن النهارده لا هي ليرنينج باث نقدر نعتمد عليه، انت لو عايز تتعلم باور بي اي تكمل في السيريز دي او تبتدي بالسيريز دي وتمشي معاها، ولا هو كوميرشال ماتيريال احنا بنبيعها، الهدف مش كده خالص. والهدف باختصار شديد زي ما قلت في البدايه هي احنا كوميونتي ممبرز بنشير اور ثوتس، افكارنا وارائنا والمعلومات اللي عندنا مع الاخرين بحيث ان احنا نقدر نفيد بالعلم اللي عندنا. تمام، طيب السيشن النهارده هل هي سيشن واحده هنتكلم فيها عن الموضوع ده؟ لا، احنا بلاننج ان يبقى في اكتر من سيشن للباور بي اي، بحيث ان احنا نبتدي من الانترودكشن لان شاء الله للادفانسد ليفل من الباور بي اي. فان شاء الله النهارده هتبقى بس بدايه، وبعد كده في كومينج سيشنز ان شاء الله. طيب احمد ابراهيم بعت يقول مش سامع حاجه، احنا يعني هل في حد تاني يا جماعه عنده نفس المشكله؟ باقي الناس الصوت واصل، مش عارف هشام هل في حاجه محتاجه تتظبط او كده؟ طيب خليني اشوف يا عمرو، بس
طيب تمام بقى يا شباب، الصوت واضح. طب احمد معلش، انت ممكن يكون المشكله في صوت الكمبيوتر او اللابتوب نفسه، فبعد اذنك، لان بقيه الناس اوريدي الصوت واضح عندهم يعني. طيب نكمل. أول حاجة الأجندة، هنتكلم عن إيه النهاردة؟ يمكن اتبعتت في الميتنج انفيتيشن، خلينا نراجع سريع. إحنا هنتكلم النهاردة باختصار شديد إيه هو الباور بي آي، كلمة بنسمعها كتير، ممكن يكون بعض الناس عندهم تصور معين للباور بي آي، ممكن يكون بيظلم الباور بي آي بحيث إن هو بيليمت الكابابيلتيز بتاعته، أو هو متوقع أكتر بكتير من الباور بي آي بيقدمه. فبرضه خلينا نوضح كده ايه هو الباور بي اي، وايه اللي احنا متوقعينه او اللي نقدر ناخده من الباور بي اي از بلاتفورم. طيب فور هوم، مين التارجت اودينسز او الناس اللي المفروض يشتغلوا على الباور بي اي، سواء كانوا بيبني الريبورتس او الفيجواليزيشن المختلفه، او انه بيستخدمها اصلا بشكل عام. فاحنا هنبتدي نقول او هنقول مين المفروض بيستخدم الباور بي اي. هنتكلم عن اللايسنسنج سكيمز المختلفه في الباور بي اي. طبعا الباور بي اي ده مايكروسوفت برودكت، فطبعا اكيد ليه لايسنس. تمام، بتبتدي اللايسنس سكيمز برضو بتبتدي من الفري برودكت للبريميوم ممبرشيب او البريميوم لايسنسنج سكيم. تمام، بعد كده هنبتدي نتكلم على الجزئيه بتاعت او ان احنا نشتغل بقى في الباور بي اي بايدينا. بس ايه، زي ما قلنا في البدايه، نصحح بعض المفاهيم، نفتح البرودكت ونشوف ايه اللي ممكن يقدمه لنا البرودكت ده. محمود سمير، ازيك يا حوده، اخبارك؟ انا اعرف محمود طبعا من سنين، برضو من اكتر من يمكن 15 سنه مثلا. السيشن بتتسجل وان شاء الله هتترفع على الانترنت، وهيبقى فيها برضو مش بس مجرد الريكوردينج، هيبقى اي لينك او اي توتوريال نقدر نشير او يبقى معانا هينضاف ان شاء الله. حتى السامبل داتا اللي احنا بنشتغل عليها برضو هتبقى موجوده معانا في الريكوردينج يعني. طيب ايه هو الباور بي اي؟ الباور بي اي باختصار شديد هو انتراكتيف ريبورتنج بلاتفورم، مش مجرد انه انا عندي تول بقدر ابني فيها فيجواليزيشن بشكل معين، ولا هو اكبر من كده. هو انتراكتيف ريبورتنج تول. يعني ايه انتراكتيف؟ يعني تول انا ببني فيها فيجواليزيشن بشكل معين، بحيث ان الفيجواليزيشنز او الريبورتس المختلفه دي بتبقى يعني انتراكتيف، يعني بقدر اتفاعل معاها، بقدر اسالها باختصار شديد. يعني ممكن اوصل ان انا في الباور بي اي ريبورت عندي اقدر اساله، اقول له وات از ذا موست سيلينج برودكت مثلا. تمام، ودي ليفل ادفانسد شويه من في الباور بي اي، هنوصل له ان شاء الله في الكومينج سيشنز، انه انا اقدر اتفاعل مع الفيجوالز او مع الريبورتس المختلفه اللي عندي او الداشبوردز اللي موجوده عندي، ان انا اسال الباور بي اي اسئله وهو يتفاعل معايا ويرد عليا باجابات بناء على الداتا اللي موجوده عنده او الفيجواليزيشنز المختلفه اللي موجوده عنده. سوري يا جماعه، هشام معلش، في ناس بتسال على اللينك اصلا على الواتساب جروب، فبعد اذنك لو نعمل شير لل طيب انا اوريدي بعت اللينك على الواتساب جروب. تمام، انا بتابع يا عمرو ما تقلقش. طيب ممتاز ممتاز. اوكي طيب الباور بي اي عباره عن انتراكتيف ريبورتنج بلاتفورم، بقدر ان انا بيمكنني من ان انا ابني فيجواليزيشن وريبورتس وداشبوردز مختلفه، وصولا انه انا بقدر اتفاعل مع الفيجواليزيشنز المختلفه دي او الريبورتس المختلفه دي. قد اصل لمرحله زي ما قلنا ان انا اسال الباور بي اي سؤال معين وهو يرد عليه. تمام، الباور بي اي بيشتغل تقريبا مع كل انواع الداتا المختلفه.
almost all any kind of data. يعني ممكن اشتغل على اكسل فايل، على تكست فايل، سي اس في فايل، بي دي اف فايل، وصولا للداتابيز بلاتفورمز مختلفه، اس كيو ال سيرفر، اوراكل، ساب فور هانا، الاونلاين سيرفيسز. تمام، اي اونلاين سيرفيس، ايجور. هنشوف برضو في لما نفتح الابليكيشن الديفرنت تايبس اوف داتا سورسز اللي انا بقدر اشتغل معاها من خلال ايه الباور بي اي. تمام، طيب الباور بي اي از بلاتفورم هو عباره عن امبريلا، بيجي تحتيها ثلاثه ابلكيشنز. الباور بي اي ديسكتوب ده عباره عن ديسكتوب ابلكيشن، ده اللي انا بقدر ابني عليه الريبورتس والفيجوالز المختلفه اللي انا بستخدمها معايا في السولوشن. تمام، فانا ببتدي بالديسكتوب ابلكيشن او اللي هو الباور بي اي ديسكتوب. بيجي تحت الامبريلا دي برضو ساس كلاود سيرفيس. ساس للي ما يعرفهاش اختصار لكلمه سوفت وير از ا سيرفيس، دي كلاود سيرفيس بتكمل شغل الباور بي اي ديسكتوب اللي هو ديسكتوب ابلكيشن، بحيث ان انا اقدر ابلش الريبورتس او الداشبوردز المختلفه اونلاين. تمام، وبيجي من ضمن الباكج برضو اللي هو الموبايل ابلكيشن، ده اللي هو الباور بي اي موبايل، ده زي ما قلنا نيتف موبايل ابلكيشن، بينزل على التابلتس، بينزل على الموبايل ديفايسز سواء اندرويد او اي او اس او حتى ديسكتوب. تمام، فده اللي هو الباور بي اي موبايل. طبعا الهدف منه انه انا او الهدف من الباكج دي اللي هم الامبريلا الكامله دي، ان تديني امكانيه ان انا اقدر اوصل للمعلومه او للداشبوردز او الفيجوالز المختلفه اللي انا بستقي منها المعلومات او بقدر اعمل ديسيجن عليها، ان انا اقدر اوصل للمعلومه دي في اي مكان في اي وقت. تمام، فمش بس مجرد ديسكتوب ابلكيشن او حتى موبايل او حتى ويب سيرفيس او اوفر انترنت او كده، لا ده بيديني امكانيه ان انا استعرض الفيجواليزيشنز المختلفه او الداشبوردز المختلفه ثرو الموبايل ابلكيشن. طيب الباور بي اي بلاتفورم بيستفيد بقى من ان هو بيجمع الثلاثه كومبوننتس او الثلاثه ابلكيشنز المختلفين دول، ويستفيد بقى من ان هم بيقدموا او وركينج توجذر في تشين كامله، مش مجرد بس ان انا عندي ابلكيشن لوحده ف يعني سواء ديسكتوب او حتى موبايل اب، لا انا عندي يعني مجموعه من الابلكيشنز بتشتغل مع بعضها بتوصل لي السيرفيس دي بشكل اكبر واعمق. طبعا طيب الباور بي اي بلاتفورم او الباور بي اي مبني على المايكروسوفت اكسل فاونديشن. طبعا كل الناس تقريبا بتستخدم مايكروسوفت اكسل، بس في مع المايكروسوفت يعني المايكروسوفت اكسل مش مجرد سبريد شيتس او داتا متسجله في شيتس مختلفه، لا الباور المايكروسوفت اكسل اكبر وابعد من كده بكتير. بيجي مع المايكروسوفت اكسل حاجه اسمها باور كويري، ده من قبل الباور بي اي اصلا ما يبقى موجود كان في حاجه اسمها باور كويري، او اللي كان اسمها في الاول باور بيفوت، بعد كده باور كويري. ده عباره عن تول بقدر اعمل ترانسفورميشن للديتا من خلاله، ودي هنشوفها برضو معانا لما نفتح الايه الابلكيشن. الباور كويري اللي موجود مع مايكروسوفت اكسل هو اللي مايكروسوفت بنت عليه المايكروسوفت باور بي اي. طبعا لو احنا بنتكلم طبعا عن مايكروسوفت هيستوري في الجزئيه بتاعه الريبورتنج تولز، مايكروسوفت من زمن الزمن وهم شغالين في الريبورتنج تولز. طبعا اشهرهم اللي هو ريبورتنج سيرفيس والاناليسيس سيرفيسز اللي بتنزل مع مايكروسوفت سيكول سيرفر. تمام، طيب بما اننا بنتكلم عن الباور بي اي برضو بنصحح بعض المفاهيم او بنوضح بعض المفاهيم، خلينا نتفق كده على آلية العمل مع الباور بي اي. الفلو اللي بيمشي فيه الباور بي اي ريبورتنج ازاي، انا ببتدي منين وبوصل لحد فين. اول ستيب عندي في الفلو ان انا بعمل اوثرنج للداتا او اوثرنج للداتا سورسز المختلفه عندي. طبعا انا لما بشتغل على الباور بي اي ممكن اقرا داتا من هوم بريمسز فايل ومع داتا في نفس الفايل او نفس الريبورت مع داتا من اونلاين سيرفيس. تمام، يعني انا ممكن اجيب بعض الداتا من اكسل فايلز والداتا دي بتشتغل مع داتا جايه من اونلاين سيكول سيرفر او ايجر كلاود سيرفيس. تمام،
انا بعمل authoring للداتا بشكل معين، بجمع الداتا عندي في الفايل، بعمل ترانسفورميشن للداتا بشكل او باخر، هنشوف برضو كده نظره سريعه على الموضوع. بعد كده بيجي عمليه الببلشنج، ان انا بعمل ببلشنج للداتا دي اونلاين على المايكروسوفت باور بي اي سيرفيس. انا بعمل authoring للداتا، بجهز الداتا عندي، بجهز الريبورتس، بجهز الفيجواليزيشنز المختلفه، بعد كده بعمل لها شيرنج او ببلشنج اونلاين. بعد كده بيجي مرحله الكونسيوم، ان الناس او التارجت يوزرز من الموضوع ده كله تقدر تستخدم الريبورتس او الداشبوردز المختلفه دي. فهو ده الفلو فورك في الجزئيه بتاعه الباور بي اي، ان انا بعمل authoring للداتا، ببلشنج للريبورتس والفيجواليزيشنز المختلفه، وبعد كده بيجي عندي مرحله الكونسيومنج، انه التارجت يوزرز يقدروا يستخدموا الفيجواليزيشنز او الريبورتس المختلفه. طيب فور هوم، مين اللي احنا بنتارجت بيهم الباور بي اي؟ اول ناس بيجوا معانا في مرحله في التشيم بتاعت فور هوم الكرييتورز، الريبورت كرييتورز، دول ناس باور بي اي بروفيشنالز، ممكن يكونوا مثلا دي بي ايز داتابيز ادمنستريتورز، ممكن يكونوا بزنس يوزرز بس باور يوزرز، مش مجرد واحد عنده اندرستاندنج للبزنس، لا ممكن يكون عادي بزنس يوزر بس عنده نولج اعلى شويه، بيدخل لمرحله الباور يوزر اللي هو يقدر يفتح الباور بي اي ديسكتوب ويشتغل على الداتا، عنده فهم معين للداتا، او يعني الريبورت كرييشن مش حصرا على الناس اللي هم الداتابيز ادمنستريتورز او الناس اللي هم الاكسبرتس، لا عادي، هو من اسمه حتى اسمه باور. باور الهدف منها ان هو بيتارجت ممكن يكون باور يوزر. طبعا مش كل الناس بتقدر توصل لنفس الليفل من التعقيد في الجزئيه بتاعت الفيجواليزيشن او الداتا ريبورتنج او الداتا اناليتكس كبروسيس، يعني هي في الاخر على حسب الحاجه. ممكن جدا الريكويرمنت اللي موجوده عندي انه انا اعمل فيجواليزيشن بشكل بسيط، عندي داتا اوريدي جاهزه مترتبه بشكل معين في اكسل شيتس مثلا او كده، فعادي ممكن جدا باور يوزر يقدر يشتغل على الموضوع ده. والباور يوزر دي مش مقصود بيها لا اي تي يوزرز ولا اي حاجه، ممكن جدا عادي حد من الفاينانس، حد من الماركتنج ديبارتمنت يقدر يشتغل على الباور بي اي ديسكتوب ويعمل كرييشن للريبورتس. فدي اول شريحه بتيجي معانا من شريحه اليوزرز اللي بيستخدموا الباور بي اي بلاتفورم بشكل عام، اللي هي ايه الباور ريبورتس، الريبورت كرييتورز. بيجي بعدهم البيزنس يوزرز، دول الناس اللي احنا بنتارجت اصلا بيهم الفيجواليزيشن او البروسيس بشكل عام. انا بعمل ريبورتس ليه؟ عشان في يوزرز هيستخدموها، هيقدروا يستفيدوا منها، ياخدوا بناء عليها ديسيجنز معينه. تمام، فتاني شريحه من اليوزرز بتيجي معانا بعد الريبورت كرييتورز هم البيزنس يوزرز، ودول يا اما بيستخدموا الباور بي اي سيرفيس اللي هي الاونلاين سيرفيس، او انه بيفتح الباور بي اي من خلال الموبايل ابلكيشن، فيا اما باور بي اي سيرفيس او الباور بي اي موبايل ابلكيشن. تمام، الشريحه دي من اليوزرز مش محتاج بالضروره يكون عنده نولج اصلا عن الباور بي اي ك ك ك كريبورت كرييشن او ك او ديب اندرستاندينج عن التكنولوجي بشكل عام. هو في الاخر عنده فيجواليزيشن للداتا بشكل معين، جاست سكرولينج، ياخد مثلا تريننج هاو تو فلتر، هاو تو نافيجيت، زي اي سوفت وير، مش محتاج يكون عنده نوليدج او ديب اندرستاندينج عن الباور بي اي. ودول في الغالب دي طبيعه شغلهم، انت ممكن تكون بتارجت مثلا سي ليفل او اكزيكتيفز او كده، فدنزي ما عندهاش وقت اصلا ان هو يتعلم تكنولوجي. فهي مايكروسوفت وصلت بمرحله الفيجواليزيشن والداشبورد كرييشن، انه انا ممكن ما يبقاش عندي اي اندرستاندنج عن التكنولوجي بشكل عام، التكنولوجي الباور بلاتفورم، واقدر استخدم الريبورتس ونافيجيت فيها واعمل فلترنج والكلام ده. طيب ثالث شريحه بتيجي معانا في التشين اوف يوزرز اللي بيستخدموا الباور بي اي، الادمنستريتورز. انا عندي ريبورت كريتور، ناس بتعمل ريبورتس وناس بتستخدمها، بيجي في النص ناس اسمهم ادمنستريتورز. دول هدفهم ايه؟ دول بيشتغلوا على حاجه اسمها باور بي اي ادمن بورتال، ده بيديني امكانيه او بيبقى عنده الامكانيه انه يدي صلاحيه للداشبورد دي ليوزر معين،
بحيث ان انا مثلا عندي سي داشبورد، داشبوردز للفاينانس، داشبوردز للماركتنج، داشبوردز للاتش ار. مش كل اليوزرز عندهم اكسس على كل حاجه، لا عادي بيبقى في عندي داشبورد من ضمن مجموعه داشبوردز في السيلز بيشوفها حد معين، داشبورد تانيه بيشوفها ناس تانيه وهكذا. فاللي بيقدر يهندل الامور دي يعني ويمانج الصلاحيات واللايسنسز المختلفه، دول اللي هم الادمنستريتورز. تمام، دول الناس طبعا لازم يكون عندهم اندرستاندنج عن الجزئيه دي، وفي الغالب يبقى هم الاي تي بي. تمام، طبعا الادمنستريتورز برضه بيقدر يعمل اساين لللايسنسز المختلفه للديفرنت يوزر، بحيث ان مثلا ممكن يوزر يبقى عنده فري لايسنس ان هو جاست بيستعرض داشبوردز او كده، وواحد تاني عنده باور بي اي لايسنس اعلى شويه بحيث انه يقدر يعمل شيرنج لللايسنس دي. تمام، يعمل شير لداشبورد معين، يعمل فانكشناليتيز اعلى شويه من الباور بي اي فري. هنشوف دلوقتي الفرق بين الديفرنت لايسنسز. تمام، فاللي بيقوم بالعمليه دي هم الناس الادمنستريتورز. بيجي بعد كده عندي رول، وده في الغالب يعني بيبقى مش دايما موجود في السايكل عندي او في البروسيس عندي، اللي هم الديفلوبرز. دول باور بي اي ديفلوبرز، مش مجرد ريبورت كرييتورز. دول ناس بتكستند الموضوع لمرحله ابعد شويه، انه انا مثلا اقدر اعمل امبيد للاناليتكس اللي انا عملتها لجوه ثيرد بارتي ابلكيشن. يعني انا مثلا سي في ناس بيعملوا دوت نت ابلكيشن وعايزين يعملوا امبيدنج للباور بي اي فيجوالز او الريبورتس المختلفه، مش محتاج ان انا ابني ماي اون فيجوالز جوه البرودكت بتاعي عشان اطلع الداشبوردز بشكل معين او كده، لا انا ممكن اعمل امبيدنج للاناليتكس المختلفه جوه الايه الابلكيشن بتاعي. تمام، بيقدروا يعملوا كاستم فيجوالز. لو انا مثلا عندي طريقه معينه لعرض الداتا او ريكويرمنت لعرض الداتا بشكل معين، والفيجوال ده او الشكل ده مش موجود في الاوت اوف ذا بوكس فيجوالز اللي بتنزل مع الباور بي اي، بقدر اعمل كاستم فيجوالز. وده برضو طبعا من قوه الباور بي اي، ان انا بقدر اكستند الفانكشناليتيز بتاعته او الكابابيلتيز بتاعته ليفل اعلى شويه. برضو بيقدروا يستخدموا الباور بي اي اي بي اي، دي عباره عن ريستفول اي بي اي بتمكنني ان انا ازود برضو الفانكشناليتيز المختلفه على الباور بي اي. طيب زي ما قلنا اللايسنسنج سكيما اللي موجوده عندي، عندي ثلاثه لايسنسنج سكيمز، باور بي اي فري وباور بي اي برو والبريميوم. التيبل ده بيوضح الفرق بين الباور بي اي فري والباور بي اي برو، ويجي فوقيهم بقى اللي هي الباور بي اي بريميوم. الباور بي اي بريميوم في الغالب الناس بتستخدمها عشان يبقى عنده اكسكلوسيف كاباسيتي على مايكروسوفت كلاود، مش مجرد ان انا بدي صلاحيات على، طبعا في بير يوزر لايسنس تبقى اغلى شويه، تدي صلاحيات اعلى شويه، بس في الاخر في الغالب الناس يا اما بتستخدم باور بي اي برو في اللايسنسنج، والباور بي اي بريميوم جاست في الداتا هاندلنج، او ان انا يبقى عندي كاباسيتي موجوده اونلاين اقدر استفيد بيها. طبعا بتحسن الاداء وبتديني امكانيه ان انا استور كم اعلى من الداتا وهكذا. طب عمرو انا عندي سؤال، اسمح لي بعد اذنك. بالنسبه للامبيدد، الباور بي اي برو ممكن يديني الفيتشرز بتاعت الامبيدد، ولا لازم اكون بريميوم عشان اقدر اعمل امبيدد باور بي اي؟ انا بالاخص اقصد بالنسبه للدايناميكس 365 فاينانس اند اوبريشنز، انت عارف ان في جزء بيعتمد على الامبيدد باور بي اي، فهل البرو يديني الصلاحيه دي ولا لازم يكون بريميوم؟ لا البرو بيديك الصلاحيه دي، بس هي بس الفكره في الحته بتاعت الفاينانس اند اوبريشن او اللي هي داينامكس 365 دي ليها قصه ثانيه. يعني مش الامبيدنج اللي احنا بنتكلم عليه، لان طبعا انت بتتكلم في الفاينانس اوبريشن او اللي هو 365، احنا بنتكلم في نفس البلاتفورم، انا بتكلم على امبيدنج الكنترولز او الفيجوالز المختلفه في ثيرد بارتي ابلكيشن، دوت نت ابلكيشن مثلا، واحد شركه بتعمل سوفت وير ديفلوبمنت لبرودكت معين ومش عايزين يبنوا الفيجوالز المختلفه فروم سكراتش، فيقدر يستفيد من الباور بي اي كابابيلتيز انه يمبد الفيجوالز المختلفه في الابلكيشن بتاعه.
تمام. طبعا احنا هيبقى في توبيك او يعني سيشن خاصه بالامبيدد مع الداينامكس يعني، عشان احنا دايما اه بنتكلم مع ممكن يبقى الداينامكس، في فدي سيشن، هتبقى ما طيب فيش تمام. مشكلة، بالعكس عادي ممكن نعملها إن شاء الله. شكرا شكرا يا عمر. طيب احنا لحد هنا كل الكلام عبارة عن ايه؟ كلام نظري الهدف منه مش حشو وقت ولا حاجة، الهدف منه ان احنا بس ايه نوضح بعض المصطلحات، بعض المفاهيم الناس كلها تبقى عندها البروبر اندرستاندينج عن البرودكت بشكل عام، عن الكابابيلتيز بتاعته، ابعاده، ايه اللي انا بقدر استفيد منه او ايه الليميتس بتاعتي. تمام، من هنا نبتدي بقى نشتغل على الداتا. طيب working with data مع الباور بي اي بيمر، اللي هي دي مرحله الاوثرنج. احنا قلنا فلو اوف ورك بيمر بثلاث مراحل: اوثرنج، بابلشنج، وكونسيومنج. الاوثرنج ان انا بعمل الريبورتس والداشبوردز المختلفه، بعد كده بعمل بابلشنج للريبورتس دي اونلاين وادي صلاحيه لليوزرز ان هم يستخدموها، وبعد كده نبتدي الناس بقى تستخدم الفيجوالز او الريبورتس المختلفه دي او الداشبوردز المختلفه دي. طيب الاوثرنج داتا ان انا اعمل اوثرنج للريبورت بشكل عام بيمر بمراحل، ان انا اشبك على الداتا زي ما قلنا الباور بي اي بيشبك على تقريبا اني كايند اوف داتا اون بريمس كلاود وات ايفر، اعمل بريباريشن للداتا وداتا موديلنج، اجهز الداتا بتاعتي بشكل معين بحيث ان انا بعد اقدر اعمل ترانسفورميشن لبعض الكولونز، اضيف كالكوليتد كولونز وات ايفر. تمام، وبعد كده اعمل الفيجواليزيشن. في السايكل دي بنمر على حاجه اسمها داكس. الداكس دي عباره عن فانكشنال بروجرامنج لانجويج اللي بتستخدم في الباور بي اي، دي اللي انا بقدر اكتب بيها اكسبريشنز معينه تمكنني ان انا اكستند الموضوع لمرحله ابعد شويه، ان انا مثلا ممكن يبقى عندي كاستم كولونز، عندي كالكوليتد كولونز مثلا عن الـ على في التيبل بتاعي، ممكن اعمل ميجرز تمام واستخدمها عندي في الداتا فيجواليزيشن. دي بنستخدم فيها الداكس اللي هي داتا اناليسيس اكسبريشنز، دي بروجرام فانكشنال بروجرامينج لانجويج بنقدر نستخدمها جوه الباور بي اي. طيب من هنا خلينا نبتدي بقى نفتح الباور بي اي. طيب عشان ننزل الباور بي اي انت عندك طريقتين، يا اما بتداونلود الانستليشن فايل نفسه من على مايكروسوفت، او ان انت بتنزله من خلال المايكروسوفت ستور اللي عندك على ويندوز. ايه الفرق؟ الفرق انه لو انا نزلته من على مايكروسوفت ستور هي ابديت اوتوماتيك، طبعا ده يعني الويندوز بيعتبره برودكت نازل من على الستور، فزيه زي الموبايل ابلكيشن بالظبط، بيحصل له ابديت اوتوماتيكلي، مش محتاج ان انا كل ما مايكروسوفت تنزل ريليز جديد اعمل داونلود الفايل وانستول. فانا برشح ان احنا ننزل الباور بي اي من على مايكروسوفت ستور عادي جدا. بدخل على مايكروسوفت ستور وبكتب باور بي اي ديسكتوب، وهو بقدر الاقيه واعمل له انستاليشن. تمام، ده ايه الانستاليشن اوف باور بي اي. طبعا ايه الافضل ان احنا ننزله من خلال مايكروسوفت ستور عشان يحصل له ابديت اوتوماتيك، واضمن ان انا دايما شغال على الليتست ريليز من السوفت وير، لان في كل ريليز مايكروسوفت بتضيف بعض الكابابيلتيز، بعض الفيجوالز الجديده، بعض الامكانيات ان انا اشبك على داتا سورسز مختلفه وهكذا. تمام، فالافضل ان انا انزل البرودكت من على مايكروسوفت ستور. طيب بعد ما نزلته مجرد ما بفتح الباور بي اي ديسكتوب بيفتح معايا هنا ده دايلوج كده زي ويلكم دايلوج كده بيفتح معايا. مجرد ما بفتح الباور بي اي ديسكتوب اقدر اتحكم طبعا ان انا اظهره او اخفيه، بيفتح في كل مره بفتح فيها الابلكيشن. مايكروسوفت ضافت كده زي ايه، زي
ماتيريالز كده، سواء فيديوز او تيتوريالز او حتى فورمز او باور باي بلوج، تديني ايه، بتعرفني ايه هو الباور باي واقدر اشتغل على انه انا بتضيف لي او اتعلم منها الايه الباور باي دي، كانها زي ايه ويلكم بيج كده. طبعا برضو هنا من خلال الدايلوج ده اقدر اشبك على داتا بشكل معين، او انه انا افتح ريبورتس اوريدي كانت موجوده. تمام، خلينا نفترض ان انت فتحت الباور بي اي وفتح معاك دي الهوم بيج. تمام، اول حاجه بعملها مع الباور بي اي ان انا اجيب الداتا بتاعتي. تمام، فانت هتلاقي عندك حاجه اسمها جيت داتا. جيت داتا دي لو كليك عليها بيفتح لك دايلوج بيجيب لك الديفرنت سورسز اللي انت ممكن تشبك عليها من الباور بي اي. لما نشوف هي يعني قائمة أو لستة طويلة جدا جدا جدا، فيها تقريبا كل اللي ممكن نتعرض له الأيام دي من داتا سورسز مختلفة. تمام، فيها الفايل سواء كان اكسل فايل، سي اس في أو تكست فايل، اكس ام ال، جيسون، أو حتى فولدر. الباور بي اي ممكن يشبك على فولدر ويقرأ كل الفايلز اللي جواها سواء كانت برضو اكسل أو تكست أو وات ايفر. تمام، أو إن أنا أشبك على بي دي اف فايل. تمام، دي اللي هي الفايل. عندك مثلا داتابيزز برضو بيجيب لي هنا كل انواع الداتابيزز المختلفه، بدءا من الاكسس، مايكروسوفت اكسس، او الاس كيو سيرفر داتابيز، اوراكل داتابيز، اي بي ام، عند اس اي بي. تمام، فهي عندي تقريبا اولموست، احنا بنتكلم طبعا عن مودرن داتابيز المشهوره حاليا، هتلاقي اولموست كلهم موجودين. في عندي باور بلاتفورم، ان انا ممكن اشبك على باور بلاتفورم سيرفيس زي الداتا سيتس، باور باي داتا سيتس، داتا فلوز، الداتا فيرس. تمام، دي كلها باور بلاتفورم سيرفيس، او خلينا نقول مايكروسوفت 365 سيرفيس، الايجر سيرفيسز اونلاين، الاونلاين اذر اونلاين سيرفيسز غير الايجر. تمام، يعني انا عندي تقريبا كل انواع الداتا سورسز اللي ممكن المتعارف عليها حاليا اقدر اشبك عليها. طيب معانا سؤال يا عمرو، بالنسبه للداتا الانستراكشر، هل ممكن اقدر اتعامل معاها مع الباور بي اي؟ يا ريت يا احمد لو توضح لنا مثال مثلا في الانستراكشرد داتا، يعني تقصد مثلا كفايل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس هشام؟ ازيك يا باشمهندس عمرو؟ اهلا بك. الاول جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم ويزيدكم ان شاء الله. ايوه يا باشمهندس، لو هي داتا مثلا زي ايديو او مالتي ميديا داتا مثلا، هو بيتعامل معاها، بيقدر ان هو بقدر ان انا اعمل اناليسز لها ولا لا؟ لا، اعتقد ان الاوديو او المالتي ميديا داتا دي ده ليفل ادفانسد شويه من التعامل مع الداتا. ممكن يعني انا شخصيا حاليا ما عنديش معلومه واضحه وصريحه عن ان انا اقدر اتعامل مع المالتي ميديا داتا ولا لا، بس ممكن يكون مثلا مايكروسوفت بتدي لك امكانيه او طول زياده تعمل ترانسفورميشن للمالتي ميديا او الاوديو او الفيديو داتا دي بشكل او باخر، اقدر استخدمها مع الباور بي اي. يعني ما يعني ممكن ما تكونش اصلا يعني اللي هي قولا واحدا زي ما بيقولوا، لا مش سبورتد، بس از بير ماي نوليدج كرنتلي ان انا دايركت اشبك من جوه الباور بي اي على مالتي ميديا فايل اوديو او فيديو، لا ما فيش. لكن يعني حضرتك تقصد هنا حضرتك تقصد هنا باشمهندس الفولدر ده بيبقى جواه فايلز الداتا اللي جواه هي ستراكشرد، يعني اقدر ان انا بسحبها عادي واقدر اتعامل معاها عادي؟ مش بالضروره ستراكشرد، ممكن جدا يكون عندي زي ايه داتا معمول عليها بيفوتنج مثلا، وانت يعني داتا مترتبه بشكل معين وانت تعمل لها ان بيفوت. ممكن تكون داتا في تكست فايل موجود ليه هيدر وكده وانت تشتغل عليه، يعني مش بالضروره تكون ستراكشر الداتابيز بالشكل المتعارف عليه تيبلز وفيلز او كولونز وكده، لا ممكن جدا، لان في داتا ترانسفورميشن او ترانسفورميشن بيتم مع داتا مش بسيط، بالعكس ده هو ده الجزء الاكبر اصلا في البروسيس بتاعت الباور بي اي. يعني انا شخصيا بعتبر ان الباور بي اي قد يصل ل 80% من شغله، او خلينا نقول مثلا تو بي فير 70% من شغله داتا ترانسفورميشن، بريباريشن للداتا، ترانسفورميشن للداتا، كرييشن لبعض التيبلز، السبورتنج تيبلز اللي بتشتغل معايا، كرييتنج لبعض الكاستم كولونز او كالكوليتد كولونز او حتى الميجرز،
كل ده بيدخل تحت الجزئيه بتاعه الداتا ترانسفورميشن. فمش بالضروره انه انا يبقى عندي فايل استراكشرد بشكل معين بشكل تيبل يعني، فعشان اقرا عشان اقرا جوه الاكسل، لا جوه الباور بي اي. لا الباور بي اي بيديني امكانيه او ليفل اعلى من كده بشويه في الجزئيه بتاعه الداتا ترانسفورميشن. فمش بالضروره يكون استراكشرد داتا زي ما قد يفهم البعض يعني، انه هي تيبلز وكولونز والكلام ده. تمام يا فاهم باشمهندس. السؤال التاني معلش يا باشمهندس، مش عارف ان نجي الاسئله في الاخر ولا اقول السؤال بتاعي عادي برضو دلوقتي. قصدي؟ لا يا باشا قول قول اتفضل. بالنسبه للجزئيه بتاعه الصلاحيات، لو انا عندي داشبورد مثلا بدي بعمل صلاحيه لتو يوزر، التو يوزر دمت هعتبر ان هم واخدين ليفل المانجر، بس كل واحد فيهم واخد اريا معينه، هل بعمل داشبورد لكل واحد فيهم ولا بعمل داشبورد واحده ومن خلال الداتا من جوه بقدر ان انا بكنترول الجزئيه دي؟ لا انت في ال انت ال وانس ان اليوزر اخذ اكسس على الداتا بي على الدا على الداشبورد، هو بيقدر يشوف الداتا اللي جواها. فاهم قصدي؟ يعني سواء انت حتى لو انت عامل كاستم عامل فيكسد فلترز في الداتا هتبقى ابلايد على الكل. طيب لو انا عندي اكتر من رول بقدر ان انا اعمل ديفرنت داشبوردز او ديفرنت داشبوردز واعمل اساينمنت للداشبوردز المختلفه للديفرنت يوزر. ممكن اليوزر يبقى عليه اكسس من على اكتر من داشبورد، والداشبورد الواحده يبقى ليها برضه بابلشد او اسايند لاكتر من يوزر. طبعا انا هنا في الباور بي اي مش بيديني ليميتد نمبر اوف داشبوردز، عادي انا ممكن اعمل، انا بروح على الداش على ريبورت معين تايل معين واقول له اد تو داشبورد ببساطه شديده جدا. الوانس ان اليوزر اسايند للداشبورد او داشبورد اسايند لليوزر، خلاص اقدر ان انا اكسس الداتا. لكن تو يوزرز ليهم اكسس على تو على ذا سيم داشبورد، وانه انا يبقى عندي فلترنج في الداتا دي، هتبقى مرحله ادفانسد شويه في انه انا بعمل حاجه اسمها اللي هو الداتا سكيورتي او الرو ليفل سكيورتي. يعني اعتقد احنا في المرحله دي مش محتاجين ان انا اعمل كده. لو انا بس مجرد ان انا عندي داشبورد في فيجواليزيشنز معينه تظهر لبعض اليوزرز اوكي، لكن لو انا مثلا عندي يوزر محتاجه يشوف سيلز مثلا لمجموعه برودكتس، ويوزر تاني هيشوف سيلز مجموعه برودكتس تانيه، انا ممكن اعمل حاجه زي كده، اعمل حاجه اسمها رو ليفل سكيورتي تديني امكانيه ان انا اسكيور الداتا بشكل معين. تمام. على نفس الداتا سيت، نفس الداتا سيت بيبقى فيه سكيورتي للداتا، مجموعه من اليوزر يشوفوا داتا معينه ومجموعه من اليوزر الثانيه يشوفوا نفس الداتا. لكن لو احنا بنتكلم بقى في انه مثلا انا بعمل داشبوردز بشكل سريع بشكل بسيط، انا عادي جدا ممكن اعمل اصلا ديفرنت ريبورتس ويبقى في عندي كاستم او فيكسد فلترز موجوده فيها، وونس ان الريبورتس دي اسايند لليوزر، فاليوزر بيشوف الداتا اللي هي فلتر بيزد على الايه، على الفيكسد فلتر اللي موجود في الريبورت نفسه. بص يا عمرو، هو اللي انا فهمته من سؤال احمد، اسمح لي يعني، هو دلوقتي لو احنا هنتكلم على ان الداشبورد بتتكون من مجموعه من ويب بارتس، فلو في ممكن يبقى في سكيورتي على ويب بارتس بتاساين لليوزر ولا لا؟ صح كده سؤالك يا احمد؟ تمام. بغض النظر عن الفلتريشن، يعني انا دلوقتي عندي مثلا الداشبورد فيها 5 ويب بارتس، مثلا اللي بيشوف الداشبورد دي الناس اللي هي بتاعت الماركتنج ديبارتمنت، بس انا ممكن ادي اكسس لويب بارت من جوه الداشبورد لواحد بره ديبارتمنت، مثلا زي مثلا في ديبارتمنت الفاينانس على سبيل المثال. فهل في امكانيه ان انا بعمل سكيورتي على مستوى الـ مش هنقول ويب بارتس، من ان الكونسبت ده ممكن ما يكونش ملائم للباور بي اي، بس على مستوى الكنترول اللي على الداشبورد؟ هو ده ما هو السؤال اللي بعده، بعيدا عن الفلتريشن يعني. اتفضل. لو انا عندي مثلا يوزر مش المفروض يشوف تايل معين بالظبط على مستوى التايل؟ دي انا مجرد انا كيوزر مجرد ان انا اسايند للداشبورد، انا ليه اكسس على الديفرنت تايلز. طيب لو انا عندي مثلا نفس اليوزر او ديفرنت يوزر هيشوفوا نفس الداشبورد بس ديفرنت داتا، فاحيانا في بزنس كيسز يقول لك مثلا وليكن مثلا بروكيرمنت، مجموعه من اليوزرز او مثلا ديبارتمنت معينه
او يوزرز معينين هيشوفوا بروكيرمنت من ديبارتمنتس معينين، ويوزرز تانيين هيشوفوا اذر داتا. ففي الحاله دي انا بعمل بيبقى عندي حاجه تانية، يعني ان انا بوصل لمرحله ان انا يبقى عندي رول ليفل سكيورتي، وده موجود نقدر نعمله، او انه انا بيبقى عندي ديفرنت داشبوردز فيها different filters او fixed filters على اساسها بقدر استعرض الداتا دي للديفرنت يوزرز. طيب تمام. في معانا هنشوفها دي احمد وممكن لما نرجع. تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. في معانا سؤال تاني بس محتاج توضيح من مهندس بيسال عن جيت ريكويست وعايز اعمل منه داتا، هل ممكن اعمله؟ أيوة. ممكن بس لو توضح سؤالك. هو ده عباره عن ويب سيرفيس او ريستفول اي بي اي بترجع جيسون. عادي بقدر ان انا اشبك على اي بي اي بترجع جيسون واستعرض الداتا دي في الباور بي اي. تمام. الكونكشن اصلا مع الداينامكس 365 فاينانس اوبريشن ماشي بنفس الطريقه، ان انا بشبك على الفاينانس اوبريشن من خلال الاو داتا. ده عباره عن برضو سيرفيس بترجع جيسون فايل، فبقدر برضو ان انا استعرض الداتا اللي رجع لي من جيسون ريكوست. تمام. تمام. طيب المهندس طارق بيقول او استاذ طارق بيقول انه خلينا نرجع انه خلي الاسئله لاخر. ماشي. هو الافضل فعلا ان خلينا بس نكمل ايه هي ستيب واحده بس هنعمل اوريكم ازاي بنعمل باختصار شديد نعمل نشبك على داتا ونقرا الداتا دي ونترانسفورم او نعمل بعض الترانسفورميشنز وبعض الفيجواليزيشن، ويعني مش هناخد اكتر من ربع ساعه، وبعد كده نفتح الاسئله لو حد محتاج يسال اي حاجه. تمام. طيب زي ما شايفين انا عندي هنا لسه الشاشه عندي شيرد ولا تمام شايفين. طيب انا هنا ده اللي هو جيت داتا بيوضح لي ايه هي الديفرنت سورسز اوف داتا اللي انا بقدر اشتغل عليها. وليكن مثلا احنا في المثال بتاع النهارده هنشتغل على اكسل فايل، فانا بختار هنا اكسل واقول له كونكت. فطبعا اكسل بيديني امكانيه ان انا اشبك على او ابراوز على فايل موجود عندي. طبعا احنا هنشتغل على سامبل فايل احنا منزلينه مع مايكروسوفت، ده برضه هيبقى موجود معانا لو حد عايز يجرب بيه او كده. هنعمل له هنحط اللينك بتاعته في الفيديو ان شاء الله. فمجرد ما بقول له بفتح الفايل ده بيفتح لي دايالوج. هو بيعمل ايه الفايل الباور بي اي دلوقتي؟ بيقرا الاكسل فايل تمام، وبيستعرض لي التابلز والشيتس المختلفه اللي موجوده فيه. تمام. فانا عندي هنا فايل اللي هو الفاينانشال سامبل ده. لما الباور بي اي قرا الاكسل فايل ده لقى ان فيه تو تيبلز سوري وان تيبل وان شيت. تيبل اسمه فاينانشالز موجود في شيت 1. لو احنا فتحنا هنا هنفتح له الاكسل فايل الاكسل فايل ده في شيت واحد اسمه شيت 1، والتابل ده اللي موجود عندي مسمينه فاينانشالز. فهو هنا قدر يقرا الشيتس المختلفه اللي موجوده في الاكسل فايل والتابلز اللي موجوده جوه. طبعا انا عشان ارتب الداتا بتاعتي بشكل معين محتاج ان انا اعمل اي تابل عندي اعمله كتابل واديله اسم عشان الباور بي اي يحس بيه ويشوفه كتابل، اقدر ان انا اعمل امبورت للجزء ده بس من الايه من الفايل. طبعا لو انا عملت اكتر من تيبل تاني الباور بي اي برضه هيحس بيهم ويقدر ايه يقرا. تمام. ده ايه ده الفايل الموجود عندي. فانا هنا مجرد ما بعمل سيلكت للتيبل ده بيستعرض لي الداتا او التيبل اللي موجود عندي بالداتا المختلفه. فده عباره عن ايه؟ عباره عن مبيعات. ده سامبل داتا سامبل فايل مايكروسوفت عاملاه. ده عباره عن مبيعات برودكتس معينه بسيجمنتس مختلفه وهكذا، بحيث ان انا اقدر اعرض الداتا دي بشكل معين. طبعا كل زي ما احنا عارفين كل ما الداتا كانت ريتش كل ما الاناليتكس اللي هتتعمل عليها بقت افضل واحسن، وتمكنني ان انا اعمل فيجواليزيشن للداتا بشكل مختلف.
فلو انا عندي مثلا تيبل في 3 كولونز غير ما يكون عندي تيبل في مثلا 10 15 كولون، بحيث ان انا اقدر اعمل الاناليتكس بتاعتي باختلاف ابعادها. يعني ممكن حد يبص للداتا دي، ناس بتوع المبيعات يبصوا للداتا دي عايز يجيب المبيعات بالبرودكت، المبيعات بالسيجمنت، المبيعات بالاريا او الكانتري مثلا، تمام. حد بتاع الفاينانس عايز يجيب توتال البيع في فتره معينه، توتال البيع في بربع السنه او بالسنه، على حسب. كل ما كانت الداتا بتاعتي ريتش، كل ما كان في امكانيه ان انا اعمل اناليتكس افضل وبشكل افضل. طيب انا هنا بسلكت التيبل اللي انا عايز اعمل له امبورت عندي في الباور بي اي. عندي حل منين؟ يا اوبشن من اتنين، يا اما اعمل لود دايركت للتيبل ده جوه الباور بي اي فايل، تمام، فهينزله زي ما هو كده عندي في الباور بي اي، او ان انا اعمل ترانسفورم. ترانسفورم ده هيفتح ايه؟ هيفتح الباور كويري اديتور اللي موجود برده في مع مايكروسوفت اكسل، بحيث ان انا اقدر اعمل ترانسفورميشنز مختلف. خلينا مثلا نعمل ترانسفورم داتا، فاهم؟ هو هنا فعلا فتح لي ايه الباور كويري اديتور، هنا جايب لي الكويريز المختلفه او التيبلز المختلفه اللي موجوده عندي. الكويري ده ممكن يكون تيبل جاي من اكسل فايل، ممكن يكون ستور بروسيجر بيكونكت على داتابيز ويقرا داتا بشكل معين، ممكن يكون اونلاين سيرفيس. معلش عفوا يا باشمهندس عمرو، معلش عفوا يا باشمهندس عمرو، هو بيعتبر ان الشيت اللي جوه الاكسل شيت از تيبل؟ حاجه من اتنين، يا اما بيعتبر الشيت نفسه از تيبل، او يعني هو بيقرا لي الشيت نفسه كامل از تيبل هنا، او انه انا ببقى معرف جوه الاكسل جوه الاكسل عندي شيتس مختلفه، بحيث ان انا ايه سوري تيبلز مختلفه اقدر ادفرنشيت ما بينهم. يعني مثلا خلينا نفتح الاكسل فايل، انا عندي هنا الاكسل فايل، لما بفتح ده الاكسل بعيدا عن الباور بي اي، انا ممكن بسهوله جدا اعمل تيبل وادي له اسم. انا عندي هنا التيبل نيم اسمه فاينانشالز. لو انا جيت عملت شيت جديد مثلا وعملت وعايز اعمل تيبل جديد، خلينا مثلا نعمل تيبل عن مثلا ديبارتمنتس، فانا عندي هنا ديبارتمنت والنيم، وعندي مثلا الامبلويز اللي فيها امبلوي اي امبلوي والنيم والديبارتمنت اللي هو فيها. ده تيبل بسيط جدا، ديبارتمنت مثلا زي الاي تي اسمها اي تي، وفاينانس تو ديبارتمنتس، عندي مثلا امبلوي واحد مثلا احمد ده موجود في الاي تي، وعندي امبلوي اثنين علي ده برضو موجود في الاي تي مثلا، ده محمد مثلا وده موجود في الفاينانس، تمام. لو انا جيت عملت هنا انسرت تيبل للديبارتمنتس واديت له اسم ديبارتمنتس مثلا، وجيت على التيبل بتاع الامبلويز وقلت له انسرت هنا تيبل وسميته امبلويز وعملت سيف للفايل، خلينا نقفل الكويري اديتور، ديسكارد ايرور الفايل تاني، هنا هو شاف في عندي تو شيتس مختلفين، تمام. هو هيعمل ايه؟ تمام. لو انا اخترت الشيت هيقرا كل الداتا اللي موجوده في الشيت. انا مثلا عندي هنا ديبارتمنت ونيم وفي في اثنين كولونز فاضيين هيقراهم برضو، وعندي امبلويز اقراهم معاهم، لو نازله تحتيها هيقراها كروز مختلفه، تمام. وفي نفس الوقت حسب ايه؟ حسب التيبل اللي اسمه ديبارتمنت والتيبل اللي اسمه امبلويز الى جانب طبعا التيبل الاصلي اللي موجود معايا، تمام. فهنا هو بيقرا ازاي؟ بيقرا الاكسل، بيروح يجيب كل الروز والكولومز اللي موجوده عندي في الاكسل فايل، تمام. فانا الداتا عندي هنا في الشيت 2 مش مترتبه صح، ليه؟ لان هو هنا هيحس بالامبلوي اي دي والنيم والديبارتمنت اللي هو فيها as a colon in the same table،
بس هم مش كده فعليا، هم ديفرنت تيبل. فعشان كده انا عملت ايه، عملت تيبل سميته ديبارتمنت وتيبل سميته امبلويز. فلو انا عايز اعمل امبورت بشكل معين بالشكل ده هعملها كده. فهو ايه، هو بيحس بالاكسل فايل. طبعا لو الاكسل فايل ده ابديتد وانا شغال بقدر اعمل ريفرش، فبيرفرش الايه الداتا اللي موجوده عندي، او حتى يعمل ريفرش للفايل بشكل عام لو في تيبلز جديده اتعملت او الكلام ده كله. اوكي، فانا هنا خلينا نكمل. انا عندي هنا الباور سوري الفاينانشالز تيبل بتاعي، اقول له ترانسفورم، فيقوم فاتح ايه الباور كويري اديتور. ده الاديتور بيمكنني ان انا طبعا انا هنا طبعا بستعرض كل الكويريز اللي موجوده عندي. ممكن يكون عندي تيبل جاي من اكسل، تيبل جاي من اس كيو سيرفر، جاي تيبل جاي من اونلاين سيرفيس، وات ايفر، بيجيب لي كل الكويريز اللي موجوده عندي. هنا الترانسفورم تاب دي بيلم لي فيها، برص لي فيها كل الكنترولز اللي انا اقدر اعملها على الكويري بتاعي. هنا على اليمين بقدر اديله اسم بحيث انه ينزل في الباور بي اي باسم مختلف عن اللي موجود في الاكسل لو انا عاوز. في هنا عندي الابلايد ستيبس المختلفه اللي تمت على على الكويري ده، تمام، بحيث ان انا مثلا وليكن زي التوتوريال بتاع مايكروسوفت ما بيقول انه انا مثلا هاجي هنا عندي مانث نمبر ومانث نيم، انا عايز اغير المانث نيم دي اخليها المانث بس وزود نيم. فبعمل ايه؟ اقدر رايت كليك عليه واقول له رينيم، او مجرد مثلا عادي زي هو في الاخر ويندوز ابلكيشن، فبقدر اتعامل معاه بنفس طريقه التعامل مع ويندوز. فمجرد ما بغير اسم الفايل هنا او اسم الكولون هنا بينزل عندي ايه ستيب جديده اسمها رينيمد كولونز، بحيث ان انا في اي وقت لو عايز اعمل اندو لاي ستيب من الستيبس دي بقدر ان انا ايه اشتغل عليه، تمام. وهكذا بقى. لو انا عندي مثلا هو طبعا الباور بي اي او الكويري اديتور بشكل عام انتليجنت انف ان هو يحس بنوع الداتا اللي موجوده. يعني لو انا مثلا عندي الداتا دي متسجله في الاكسل از تكست، هو بيقدر يحس بيها ويحولها لنمبر، تمام. هتلاقي هنا فوق عندك حاجه اسمها داتا تايب. الداتا تايب اللي موجوده العمود ده بيشيلها اللي هي ديسمال نمبر. فبقدر ايه هو الباور كويري اديتور انتليجنت انه بيوصل للايه للمعلومه دي من غير ما نعمل ترانسفورميشن مختلف. طبعا في كذا حاجه ممكن اعمل، طبعا سبريت لكور معين، تمام، ممكن اعمل بيفوت وان بيفوت على حسب ما انا ايه على حسب حاجه البيزنس عندي. ممكن اكون انا مثلا قريت فايل اوريدي معمول عليه بيفوت وانا عايز اعمل ان بيفوت، فهو بيرجع لي الفايل للمرحله اللي قبل البيفوت تيبل اللي انا عملته عليه، تمام. الترانسفورميشن دي ضخمه جدا وكبيره جدا وريتش جدا، بتمكنني ان انا اعمل اولموست كل حاجه محتاج اعملها على الكويري ده، تمام. طيب وانس ان انا خلصت الشغل عندي على الـ على الـ الكويري عندي، بعمل كلوز اند ابلاي. فده بيابلاي التشنجز اللي تمت عندي، بينزلها لي هنا فين في الباور بي اي ديسكتوب. عمرو اسمح لي عندي سؤال دلوقتي. بيفوت بمعنى مثلا انا عامل تيبل بيفوت بيعمل لي سمرايز لمجموعه من الداتا في شكل معين. لو انا عملت ممكن الباور بي اي يساعدني ان انا اعمل ان بيفوت بحيث ان هو يقدر يعمل يعني يعمل اكستند او يعني يفك التيبل ده الكولومز اللي هي كانت بتكون البيفوت نفسه. بالظبط، يقدر يعمل كده، فاهم، بيعمل ان بيفوت او بيفوت حتى. يعني انت ممكن تقرا داتا تعمل عليها بيفوت وتريبورت بناء على البيفوت، او العكس ان انت بتقرا فايل اوريدي معمول عليه بيفوت وتريفرس البيفوت ده وترجعها للكولونز الاصليه. ممتاز، تمام تمام. فهو بيعمل بيفوت وان بيفوت، بيقدر يعمل الاثنين، تمام. بصراحه ما شاء الله كلها معلومات جديده والله يجزيك كل خير يا رب. الله يبارك فيك، شكرا. الباور بي اي ديسكتوب سريعا، انا عندي هنا الريبورت فيو على الشمال. هنا في عندي بيدي هنا عندي الداتا، ده بيستعرض التيبلز او الكويريز المختلفه، بقدر اعمل داتا، تمام.
الداتا برضو او ان انا استعرض الداتا موجوده في الباور كويري اديتور، بحيث مثلا انا عملت امبورت الداتا وفي داتا مش عايزه تظهر معايا في الريبورت اصلا، فانا ممكن اعمل فلترنج للداتا دي بحيث ان هي ما تظهرش معايا في الريبورت، اقدر اعملها سواء هنا او في الباور كويري اديتور. وهنا عندي ريليشن شيبس تاب، دي بتستعرض الموديل اللي موجود عندي، بيجيب لي بقى كل التابلز والريليشنز اللي ما بينها والكلام ده كله، تمام. فده ايه، انا برضو بقدر اعمل بعض الداتا ترانسفورميشن فانكشناليتيز من الباور بي اي نفسه، مش محتاج ان انا افتح دايما الايه الكويري. طيب لحد هنا احنا تقريبا عملنا اولموست 70% للشغل من الشغل المطلوب. طبعا هي نسبه مش ثابته، يعني ممكن تلاقي شغل فيه تعقيد شديد جدا جدا في الداتا ترانسفورميشن، والعكس ممكن في كيس تاني او سيناريو تاني يبقى التعقيد الاكبر في الفيجوالز والفلترنج اللي بيتم عليها ورسم الداشبورد او رسم الريبورت بشكل معين او الكلام ده، تمام. ولكن الجزء الاصعب والجزء الاكبر اللي بيتم فين؟ في الجزئيه بتاعه تجهيز الداتا، ان انا اعمل بقى ايه ريبورتنج عليه زي ما احنا عايزين بقى. يعني مثلا هنا طبعا الباور بي اي، خلينا برضو نكمل كومبوننت سريع كده. على اليمين خالص ده بيجيب لي التابلز او الكويريز المختلفه اللي انا شغال عليها، احنا هنا عندنا كويري واحد شغال عليه، جنبه الفيجواليزيشنز المختلفه اللي انا بقدر اشتغل عليها. طبعا هنا انا ممكن اعمل امبورت لفيجواليزيشنز مختلفه، اقدر ريموف فيجوال موجود عندي في الريبورت وهكذا، دي لسته الفيجواليزيشنز الجاهزه المختلفه. وعندي هنا دي الكانفاس اريا اللي انا برسم فيها الريبورت بتاعي، والريبورت عندي هنا بيتقسم لمجموعه من البيجز، بحيث ان انا اقدر اقسم الريبورت عندي لديفرنت بيجز، ما يبقاش كل الداتا موجوده عندي في صفحه واحده، لا عادي ممكن يكون عندي ديفرنت بيجز. واقدر اعمل رينيمينج للبيج دي، بحيث ان انا مثلا بجمع هنا السيلز داتا، بجمع في البيج اللي بعدها الفاينانشال داتا وهكذا، تمام. في الكويريز المختلفه عندي الباور بي اي انتليجنت انف برضو ان هو يحس بشكل الداتا او بنوع الداتا اللي متسجله عندك، فهتلاقي هنا علامه السيجما مع الارقام، الديت جاي قدامه كالندر، وعامل دريل داون بحيث ان انا اقدر انزل للسنه والربع سنه والشهر واليوم، والتكست اللي هو الداتا اللي هي تكست دي مش قدامها قافل. يعني مثلا لو انا جيت هنا قلت سحبت سيجمنت هنا في الكانفاس، الديفولت فيجوال للداتا اللي نوعها تكست هتلاقيه تيبل، تمام. لو انا سحبت السيجمنت انا عامل لي تيبل، مجرد ما بسحب مثلا السيلز التيبل هنا بيقوم حاسب لي ايه الديفرنت او المبيعات بالسيجمنت، تمام. لو انا مثلا عندي فيجوال تاني عايز اعمل مثلا السيلز، مجرد ما بسحب السيلز بيقوم هو منزل لي ايه اللي هو الكلاسترد كولوم تشارت. ممكن اغير طبعا شكل التشارت من هنا زي ما انا عايز، مجرد ما بسحب مثلا، فانا عندي هنا السيلز، خلينا نقول السيلز مثلا برضو بالسيجمنت مثلا، بيقوم هنا ايه مغير لي السيجمنت. بقدر اتحكم برضو في شكل ايه التشارت اللي انا عايز استعرض بيه. فهو فالباور بي اي ذكي برضو بشكل ما، انه بيقدر يقول لي الديفولت فيجواليزيشن للنوع الداتا اللي انا بشتغل عليها، تمام. فده باختصار شديد وبسيط جدا عن ان انا ازاي بعمل كاستم فيجوال او الفيجوالز المختلفه. شكرا يا عمرو، حقيقي يعني انت حققت الهدف الاساسي من الجروب، ان احنا نبادل المعلومه وفي نفس الوقت الجديد. يعني احنا ممكن يكون موضوع الباور بي اي مألوف لبعض الناس او ناس كتير فعلا بتحاول تشتغل بيه وكده، لكن انا زي ما ذكرت في الاول اللقاء بتاع اليوم مميز، لان عمرو ان الناس اللي ما شاء الله اشتغلت باور بي اي از رول، يعني هو لفتره، فهو كان متخصص وركز جدا في الباور بي اي، فواضح ما شاء الله المعلومات كلها جديده وفيها اختلاف عن ما كان الواحد يعرف يعني.
حقيقي جزاك الله كل خير. شكرا شكرا يا اخي. الله يخليك يا عم. الخطوه اللي باقيه معانا بس اللي هي الببلشنج الداتا. انا هنا عملت طبعا حسام هنرد على سؤالك معلش خلينا بس اقول اخر ستيب وهنقعد ندردش ان شاء الله. بعد ما بعمل الفيجوالز المختلفه عندي طبعا هنا انا عندي كفيجوال طبعا بقى ايه اقدر اعمل فلترز. يعني مثلا ممكن اعمل فلتر على البرودكت تمام. اقدر اقول له والله هات لي الفلتر على البرودكت ده فيجيب لي مبيعات السيجمنت بالبرودكت تمام. اقدر اعمل فيكسد فلتر او اعمل دايناميك فلتر بحيث ان انا اثبت الفلتر على الفيجوال في الريبورت ده او ان انا اعمل دايناميك فلتر بحيث ان اليوزر يقدر يعمل ايه فلترنج على الداتا المختلفه دي. الفيجواليزيشن نفسه بقى بقدر اتحكم في شكله زي مثلا الفونت مثلا الكالرز المختلفه حجم الفونت المستخدم هنا اقدر اتحكم في تدرج الالوان لو انا عندي اكتر من كاتيجوري مثلا معين بعرض عليه الداتا وهكذا. فالباور بي اي بيديني هنا تولز او يعني مجموعه من التولز قويه جدا بتمكنني من ان انا اتحكم في شكل الفيجوال المختلف. طبعا هنا الباور بي اي دي صفحه فالصفحه دي انا ممكن عادي جدا ممكن اجمع مجموعه من الفيجوالز ممكن احط هنا في الصفحه نفسها اعمل انسرت مثلا لصوره تمام. يعني انا ممكن اعمل او تكست فايل يعني ممكن احط هنا مثلا تكست بوكس يبقى في بدايه الصفحه مثلا بيعرض تايتل معين للصفحه او هكذا او ان انا مثلا اعمل احط لوجو لوجو الشركه مثلا في الريبورت وهكذا. فالموضوع الريبورت نفسه او البيجز المختلفه في الريبورت مش بس بيبقى جواها فيجواليزيشنز او تشارتس او كده لا عادي ممكن ارسم شكل الصفحات بشكل معين بحيث ان انا اقدر اطلع الريبورت بشكل منظم بقدر اتحكم فيه مش مجرد بس ان انا استعرض. بعد ما عملت الريبورتس المختلفه دي طيب في قبل ما نبلش في عندي مثلا حته ظريفه جدا في الباور بي اي اللي هي الجيو داتا. الجيو داتا لو انا عندي معلومه جيومتري تمام زي مثلا البلد او المدينه او كذا بقدر استعرض الداتا دي على شكل خريطه. ده طبعا باورد باي مايكروسوفت بينج بحيث ان انا ايه ان الداتا ما تبقاش بس مجرد فيجرز وتشارتس وارقام لا ده ممكن تبقى عندي داتا فيجوالايزد بشكل ايه جيوغرافيك تمام. فدي برضو ودي يعني الباور بي اي نفسه بيحس بيها بشكل اوتوماتيك ان هو لو عندي معلومه في التيبل عندي او في الكويري بتاعي جيو يقدر هو يحول لي الداتا دي في شكل ايه في شكل خريطه. بعد كده اخر مرحله طبعا بخلص فيها او بعد ما بخلص ديزايننج الريبورت بتاعي بقدر ان انا اعمل ببلش تمام سيف ماشي اوكي. تمام انا مجرد ما بخلص ال building الريبورت والبيجز المختلفه والفيجواليزيشنز المختلفه اقدر اعمل اقول له ايه اقول له ان انا اقدر ابلش الريبورت ده او الباور بي اي ريبورت ده للباور بي اي سيرفيس. من خلال الباور بي اي سيرفيس طبعا انا بقدر ادخل بقى وابني الداشبورد المختلفه والكلام ده. ولكن يعني احنا ايه خلينا نوقف السكوب لحد هنا لان اللي جاي بعد كده ممكن يكون اغلب الناس اصلا عملته او اغلب الناس اشتغلت عليه ف يعني مش هيبقى اضافه يعني تمام. السلام عليكم.
ما شاء الله عمرو يعني بيرفكت سيشن ما شاء الله عليك. احمد النوبي الله يبارك لك الله يبارك فيك. انا عندي سؤال سريع يا فندم. انا دخلت معلش السؤال يمكن مش تكنيكال بس انا لما دخلت على الباور بي اي انا شفت ان اللايسنس $10 بير يوزر بير مانث. هل ال $10 دي للديزاينر يوزر ولا للفيور يوزر؟ لا ده $10 ده اللي هو الباور بي اي برو. خلينا برضو نفتح البرايسنج الصفحه بتاعت البرايسنج على مايكروسوفت. تمام ده باور بي اي دوت كوم على البرايسنج. انا عندي هنا باور بي اي برو ده اللي هو ب $10 تمام. لكن الديزاينر او اللي بيعمل ريبورت كرييتر ريبورت كرييشن ده بيشتغل على باور بي اي ديسكتوب وده فري اصلا فري ابلكيشن. يعني اي حد يقدر ينزل الباور بي اي ديسكتوب ويشتغل عليه ويكونكت على الديفرنت داتا سورسز ويعمل الفيجواليزيشنز المختلفه مش محتاج ان هو يشتري لايسنس. وحتى ببلشنج الريبورت ده اونلاين برضو مش محتاج اي لايسنس. شيرنج الريبورت ده مع اليوزرز اللي هم جاست محتاج ريد اونلي برضو مش محتاج لايسنس. لكن الباور بي اي برو هو اللي ده بيكستند بقى الكابابيلتي دي ان انا مثلا اقدر اعمل اشير ريبورتس مع انا كيوزر اشير داش تايلز او داشبوردز معينه مع يوزرز ثانيين اعمل اكستراكت للداتا دي على اكسل او باوربوينت او بي دي اف. اقدر اعمل حاجه اسمها ايميل سبسكريبشن بحيث ان انا ممكن يكون عندي فيجر معين انا عاوز مجرد مثلا حجم مبيعات المنطقه الوسطى مثلا لما يوصل لليفل معين او فيجر معين ابعت لي بالايميل او مثلا حجم الاكسبنسز مثلا لما يوصل لليفل معين ابعت لي ايميل. فكل الكابابيلتيز دي بتدخل معايا مع البرو. لكن قبل كده كرييتنج الريبورتس ببلشنج الريبورت على الويب سيرفيس اللي هي الباور بي اي سيرفيس حتى شيرنج الريبورتس دي مع الاند يوزر الاند يوزر مش محتاج لايسنس. يعني انا ممكن جدا يكون عندي انفايرمنت فيها باور بي اي برو 1 يوزر وكل الناس فري. تسلم يا عمور شكرا. معلش انا انتربت تقريبا هشام او حد كان بيتكلم. لا خالص يا احمد احنا بنختم لا فيش حاجه. طيب احنا ممكن نوقف الريكوردنج عمرو هنا ونشوف لو شباب عايزين يسالوا حاجه تاني ولا تحب تاخد الاسئله في الريكوردنج؟ لا اعتقد احنا خلينا نفتح ديسكشن بقى لو اي حد عنده اي سؤال يعني. وقف ريكوردنج اه طيب تمام.